زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أنا على أساس إني بصور لكم حجرة، كان أبوي الحجرة غدت لايطة من عنتر عنتر ييتي وثلاثي ساماني وقشبار، ولا الحجرة وايد فنانة لكن يبالها وقت عادل. أنا صبر بلادي من كبرها. إنزين، ووحي بستعيل تأخرت على الجماعة، وإن شاء الله إذا الله راد إنه وين الطريق الحين؟ تدرون حاطين مرة عدال اللفت قريبة مرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا ما يبين، قايل لكم إنه ما بيبين، قايل لكم إنه ما بيبين. إن شاء الله اللي بنزلوا في الطريق بنصور عاد اليوم شو البرنامج، شي السيرة، وين اللي هذا كله غير ملمة مثل ما قلت لكم الرحلة. ثانك يو فيري ماتش. انزين، اولني بسير انا في الدور في الدور ال 11 في الدور الثامن. انزين، على اساس اني بنزل من الدور ال 11 للثامن لازم يكون عندي مفتاح في الدور الثامن، فاضطريت انزل لين تحت. نزلت لين تحت، ادق لهم تليفون ان حد ينزل يرتبني فوق على اساس نتريق وننزل ضربه. ما حد رد علي، زقت انهم بيتريقون بيودروني بلا يريوق، بيقولوا انت اللي تاخرت. فاضطريت على الله يحفظكم شو اسوي، قلت حق البلمن اللي تحت الله الله فيتي الودني لي الدور الثامن، اول بادي ما طاع عقب وافق وبس. وحين جيتهم ترى ابوي بعدهم ما تريقوا، فالحمد لله ترى بيودونا نتريق مكان ثاني برا، يعني برا الفندق بيريجونا. بس بعد غير تخبركم عن هالمعلومه. يلا ثانك يو، الى اللقاء. واحد عن طرش ونحن شي خصنا في هالمعلومات كلها. ابوي وانت شو ومنو قايل لك تتابعني؟ شو تباني؟ شو معننك بصرفني؟ لا تتابع حق شو يعني؟ انا هاي رمستي وهذا معلوماتي، اشو يعني بخبرك عن المنجنيق وتاريخ الدول وشي خصني؟ انا هاي اللي بخبرك عنه، شو كلت وشو شربت وين سرت وشو شريت وشو زين وشو شيء، انما بيلس اعطيك معلومات ما ادري شو. انا ما اعرف ابوي، اتبع معلومات ابوي، سر اليوتيوب ولا ادخل جوجل واكتب المعلومه بتيك من عندي انا، بتحصل شو كلت وشو شربت وشو منو شفت، هذا اللي بتحصل من عندي انا. جايز لك مرحبا، ما بيجايز لك عليك الرب حافظ. واللي يظهرك من ديوان عقلك ما هو حالي اكمل رمستي، يعني بنت مزهبن الكتبه لا وكتيبتم وايدي، يعني متى وحالي يسمع رمستي وحالي ان يطرش الرساله وقريت لحظه ما كملت. يعني قياس لي على الصراط المستقيم انت. اقول لكم الشمس مبحرقه يا غير برد، 9 ما ادري كم درجه الحراره، والله ان برد. زاد هالعرب ابوي كلهم تصصه، وانا قابض عرب عرب وعرب وعرب، ابوي ولا حد منهم عربي، كلهم اجانب. ما ادري منو شاف البارحه هذا المنظر هذا، ها حد يصحح لي المعلومه، او ان هذه التمثال مال ياجوج وماجوج، حد من المتابعين ما يندرى بس كان صادق لو كاذب، ولا يعطيني الا شيء على صحيح المنيوك. والله يا البلاد فنانه، فنان وشرحه ورقم واحد. والله شكلهم مال ياجوج وماجوج، يعني ما يبغى الكلام. غميض على الرياضه عند الله علينا، لا شي رياضه ولا شي تحميد. اذا شو بسوي؟ هالمكدر وهاي المشي هذا من تصبح لين تمسي، اروح اعن لكم 600 رياضه. هي الى المطعم هذا اللي من تظهر من تظهر من فندقنا من طرف النهري عليك اليمين. دفايات تخيل في النهار، دفايات وينهن؟ ايه كلهن دفايات. ابو عمر ريوب مكتوب عندهم من مال ريوب، يعني اختاروا الشباب ويابونا ان شاء الله يكون ريوب فنان. الله اقول لكم طلبي اللي معتمد من استويت لين قبل 3-4 سنين، كان الشو في لندن ريوق يكون فاصوليا الحمراء، هاي فاصوليا الحين نسميها فاصوليا، حد يسميها فاسيلا بيضة، ما لا الفاصوليا الحمراء فاصوليا بيضة، لكن الصلصة مالها حمار، شي يقولون قواطي الأول بعد بنزين تزايد
نبطل قوطي هذا مال الفاصوليا ونحطه ويا جبن هذا ابو بقره ونهرسه ونحط عليه دقوس ونتيامع ويا عيال الفريج عيال حياة خميس عيال احمد بن سالم الاولاد والبنات ونتيامع عيال الفريج كلها كلهم ونسوي يمعه كل حد يحط شيء ونسوي الطبق هذا وناكل ويا خبز وقافي ولا خبز لبناني انزين عقب عاد سرت عليه طلع هذا طبق معتمد في اوروبا في لندن بالذات اللي هو عين عيون بيض عيون وبيض عيون وفاصوليا حمراء في على طرف هذا والطلب هذا كان معتمد والناس تمشي عليه والناس تعناد من كل مكان ونحن ابوي مخترعينه في مدينة زايد الاول يوم احنا يا حال وثار ابوي الدنيا كلها ماشيه عليه من سوى تدري وانا ما كنت ادري يعني اكتشافات مدينة زايد تقدم كاطباق رئيسيه في اوروبا المراه تلومت بها مرتز معالي راسي الشباب كلهم خذوا اوردراتهم وانا جالسه ارمس وياكم ثارها فقيره واجهه مرتزه تبها تباني اعطيها الاوردر تلومت فيها لوم النص يجزي ما سموحه والعذر يا بنت شيبه يا رجال انزين عاد اعطيتها الحين اوردر و برمس وياهم خلاص بعد الحين برمس عتير اسولف وياهم اي من الله خير اشوف كم المسج وبنرمس خلاص عادة حد يوم حد يسألك وانت في ديرة الغربة انت من وين؟ مفروض ما تقول انا من ابو ظبي ولا من راس الخيمة ولا من الفديرة ولا من دبي يعني لا قول ابوي انا من دولة الامارات انسألك وين في دولة الامارات؟ قول عاد ابو ظبي ولا راس الخيمة ولا الفديرة انت عاد حر هاي الساعة يا غير انا عن نفسي يعني يوم حد يسأل انت من وين؟ ابوي I'm from United Arab Emirates قال لي وين ولا علم فنت له خبرته عطيته المعلومه انحب واما حب على هو وان كان ما يعرف اي شيء عرفنا وما بغى يعرف عليه الرب حافظ يعني احنا نقصنا ولا اهل الهوى زادوا يلا ياركم الله هذا معناته اذا ان لادم اللي يقول لك انا ما اعرف هذا إذا شيء تقصير فالتقصير منه هو معناته هيلم بجهله أنت ما بتجلس تلقن أمة لا إله إلا الله شرات عندنا حد من العرب ما يعرف كيري من بيري حد من العرب ملم بالدنيا كلها أي ملقع محنك بيدع التحرى ما يخلي شيء ما يعرفه وحد من العرب بايا مغفي حد من العرب تلقطه مغفي ما يعرف وين الله حاطنه وين يصير وين يجي هذا كله ما يدري به وعندهم كذا الامثال يعني حد منهم يعرف يختن غريس ويداوي وحد منهم ما يعرف وين الله حاطنا وين هو داره فان حد ما عرف شيء هذا معناته مش انك انت مقصر ولا حكومك ولا بلادك مقصر لا هذا جهل منه وسوء عرف وقل معرفه واللي ما عنده واللي ما يعرف ابوي وما عنده زوج معرفه يتعلم على هالاساس يقول لكم شلوا عيالكم وين ما تسيرون في الافراح في الاحزان في المتاحف في المولات في الاسواق في البر في البحر في الحول في اليزر اي بقعه لازم تقبض ويد ولدك وتعلمه المذهب والمعنى وانت الحرمه كذا الامثال الترترين بذيتها بيوم يمكن الحرمات قفلتن على بناتكن يزبنن كل واحدة بتيلفونها لا تجلس ويا البنات وتجلس ويا الحريم وتعرف السلك والمعنى وتعرف المذهب قبضيها الدلة خليها صب هالتعالية جنيت صبي على الحرمات قهوة هذا المذهب قبضيها خليها ابوي تشب ركبة وتصب على امهات جهويهن وتفنيلهن شو يعني بس هي المريلة بس الا الايفون والتليفون قراني عاد بالنسبة لي أنا أبوي هذا ترى ريوبي على ما تشوفونه مشروم وبيضتين ورويتيتين هاي الزبدة ترى ما باكلها أكيد ما باكلها هذا اللي باكلها أنا مشروم مشواي وتوست هنتين وبيضتين لين الغداء إن شاء الله إذا رجعنا من الحين زين أنا نسيت أخبركم الطريقة ما بأمبوني أطالب ساني سايد
ويابوا لي هاي بوشت ايجز. زين فشو اللي اسويه هنا؟ على كل توسته ادحق وحده، فمن تندحق تازع على ما تشوفون، وهذا نفس طريقه ابو ظبي، لقمه وقرمه على هالمنوال لين اخلص. ترى الهنتين على هالكبير والتحرون الكبار عرض ثلاث رايبات، تحرونهم وايدات. هذا الحين المطعم هذا من داخل اللي كنا فيه، هذا هو فنان اظني، وهاي لاك اللي هناك هي اللي كان يخدم الحين تاخرا لساتي تريقا. زين مطعم بلاد من كبره، بلاد فنان حلو، بلاد والله بلاد من كبره جميل وضخم. Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. كان فنان وغاوي شيء طبيعي. هذا الحين الفندق اللي نحن ساكنين فيه. زين. مشينا سيدة هذا وين مشينا؟ تريقنا في البناية هذه. هاي اللي مرة عندنا هاي طويلة من تحت. الحين داير بيني وبين هنا البيم العود هذا. هذا مسكر. جسر كان بعد هذا. جسر كان مال قطار أظني. يلا برايكم على البنات الاستخلاف الحين. ها كم وينهم ما شاء الله عليهم، وين وصلوا؟ وانا اتسحب الا وحده هنتين، ايش اسوي عاد؟ هذا ابوي لي رابع شوار، هم ما شاء الله عليهم صغار وانا معبر الدهب. لا وبعد متقبض في الدنيا، وين سايره الدنيا؟ سايره وياك. يلا اقول لكم دخلنا متحف، اسمه متحف الهجرة، يعني البلاد هاي كانت ما فيها حد، وعقب أبوي تلايمت فيها أمة لا إله إلا الله من ما أدري كم ألف سنة. إنزين عاد الحين يشرحون للعرب شو اللي ليش أنا برا مصر؟ شو اللي لفت انتباهي؟ يعطون لك سماعة وفيها مثل آيفون، هذا في جميع اللغات، كل شيء موجود في عندهم في أي دور، في أي غرفة، في أي مكان يشرحون لك إياه بالضبط بجميع اللغات. فلذلك عاد هنا مليون شيء عندهم مال 60,000 سنة. هل أني أنا بروم أعد عليكم مال 60,000 سنة؟ أنا أبوي ما بروم أعد عليكم مال 60,000 سنة. فلذلك أبوي أنا اللي أكتفي فيه اللي لفت انتباهي، أنها لفت انتباهي أن يعطونك هذا في جميع اللغات، يعني ما يبالك مترجم ولا يبالك حد. شو هذا حين على أساس أنه محمل؟ هذا محمل وهذا خنة، هذا خنة المحمل. يوم يقول لك وساع 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 الخنان حافظات البضائع، هذا أبوي، هذا أبوي بومهم من وساع الخنان. يوم يقول لك وساع الخنان حافظات البضائع، في لحجة وفي الدنيا وفيها الأول عاد ما بمال حجار ودنيا، ما يحفظون سامانهم حجار وستورات وبخاخير على ما تشوفون. انزين فلذلك أنا أبوي بغيت أخبركم أقولكم عن هذا. زين نسيتوني، هذا اللي يحفظكم من تدخل المتحف، يعطيك كل المعلومات ليه في المتحف من تدخل أول درية لين تظهر بجميع لغات العالم. فلذلك اللي بيجي ما يبالي مترجم ولا شيات، الأم لغة بلاده بس ويشغله ويدخل وبيشرح للدنيا كل هذا منو عادة للي مهتم في الأشياء هاي والأحداث. أنا بس بقيت أخبركم عن هالمعلومة، هذه المعلومة اللي عيبتني. محتوى المتحف ما يخصني من آلاف السنين، أنا بوبل أشرح مال 60,000 سنة بعد عليكم كلكم أسكنت يبالي أنا بأنا خروفة مال دقيقتين أسويها ساعة بعد عليكم مال تاريخ أسكنت يبوكم. يلا برايكم هذا، واللي يبيع روح يجي. يلا مال المبنى لك 600 دور، وبيجلس حسب أبوي هذا كله ويترجمه لي، أبوي بيضيع يومي إلا هني. أبوي أنا ما يخصني في هذه الأشياء، وخليت الشباب أبوي فوق يتفرجون على هواهم ويطالعون على هواهم، وأبوي أنا أبوي بنزل وترياهم أبوي تحت. يا إني رمست وياكم ليلي خلصوا وجو، إني أنا بروم أتريا هالكثر ساعة أسكن لا فيه لا في يحبه على هذا كله، ولا لي مقاقة، ما لي مقاقة ولا لي بارض حق هذا كله اللي أجلس اسمع هالأمور كلها. لو تم علي شل لي سماعات. Thank you. Thank you. أنت أصل بسوان؟
ثانك يو فيري ماتش. هي والله لا يلس ولا عندي خبر. وهذا بعد اللي بياخذ هدايا وانها صوايا. ابوي انا ما يخصني في اللي سكن هالبلاد قبل 2000 سنه ولا قبل 3000 سنه. انا بيصير دخل شباهم العين ما شافتهم. ابوي بلادهم الهم يا وشافوها بلاد فنان بنهارها ودنياها بيودرونها ما حب يودرها. اكيد كانت ارض رحمانيه ويازت لهم ويوهم الغزاه وغزوهم وتضاربوا وياهم. جت له هذيل منهم هاي جت له منهم ولا لا 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 لا. والقوي البقاء للقوي مثل الغابه كانت الدنيا ويتصارعوا. وهذا منهم اللي غلب ربيع واللي غلب هوليتم ونشر نفوذه وبس وعين من الله خير ويلس ونشر ثقافته اللي هو جاي ابنها من بلاده واستاطن في هالبلاد. بسم الله عندكم هذا بعد واحد تقوم وراي حليله وين بروس حليله. وصلنا الحين السوق هذا شرحت على تكاليف سوق على تكاليف سوق الصنادق يعني عبارة اسمه كوين فيكتوريا. في الأشياء مال الناس يعني أشوفها فنانة أنا حد الحاضر وما ببعيد بينا في هذا في الترام. طيب العرب هاي اللي تشوفونها كلها جاي بالترام ما حد جاي يبوي بسيارته. ان شفت شيء يرزا ويستاهل صورت لكم اياه لكن اظني ما سربجي يعني سوق الصنادج يعني شوف ما سوق الشبرات انا مسمينها شبره كام كبرها ازليغات مال الرينبو ما ادري شو كل شيء يعني على تكاليف شبر بوش. لكن هذا احسن كبضاعه وكواليتي ومثل تحلون في لندن سوق اللحد و يعني الاسواق يعني اللي عندهم في هالمنطقه وايد اشياء جميله يعني مش مثل سوق اليهود ولا سوق اللحد ولا الشبربوش. لا الكواليتي مال السامان ارقب لك 600 وديه واجمل واحسن يعني شو هاي سامانهم شو كلهم وافج شيء جميل يعني سامانهم ما بدنا قوم كشره لا كل اشياءهم جميله وكل شيء فنان ويستاهل من ياخذ يعني ما بدك تخيل انك ماخذ لنا لو شيء. وايد اشياء زينه عندهم زينه زينه يعني مش زينه عاديه زينه الصدق. والسوق عود يعني كم يعني ما بني بوبني اصور كامل يبالي 15 سنه قبل 15 يوم بلاد من كبره. ها هذا اولي ها شوف كم شبره كم شبره كم شبره كم شبره وانت ساير خلص على حنتي. هذا سوق من غير اظني هذا القسم هيلا والله مال خضره وشبره يعني شبره الخضره مالت يوم الجمعه يعني شبره الخضره لكن مش مال سوبر ماركت لا مالات اللي يعني برزوبه مثل سوق الجمعه اللي في مسافي والاشياء هذه شي يعني اتوقع يعني والعلم عند الله. هي نعم 100% منتوجاتهم العسل والنخاي وبيدام وما ادري شو الاشياء عصاي ها على ما تشوفون لا شعر البيض وكذا نمونه يعني شيء فنان يعني شيء غريب ما تشوف نشراته يعني انا يعني ارمس عن عمري يمكن انتم حد شايفين غير انا ما تديت في هالبلاد في هالمكان. الخضره عندهم فواكههم التقليديه يعني اشياءهم روحهم يعني ان شفت شيء غريب اصور لكم اياه. اشياءهم كلها غريبه يعني ما في شيء يعني مش غريب يعني ما شاء الله. بس جوهم غريب طيبتهم غريبه فيهم منا نحن العرب من غير بعد من داخل عاد هذا هذا شبره اللي خارج توني صورت لكم اياها مالت الخضره وهذا من داخل عاد هلا ما تشوفون جبن ولحم وما ادري شو اجبان كل شيء هاي شبره مال الدياي ومال كل ما تشوفونها على هالحاله صدور الدياي ها الفري نموناته شوف
أشياء يعني يحافظ على هالديان. أكيد ما بسلامي. لحم الكنغار ولحم التمساح ما شيء في الدنيا لا. ورده كنغارو ميت. ايوه هذا الستيك مال كنغار، وهذا بعد كفته، وهذا السسج كله مال كنغار. ايوه تمساح وين؟ ذا كروكوداي. كروكوداي ميت سكامي. سألت عن لحم التمساح، قالت لحم التمساح ابوي الحين توها يبونها، الحين توها مذبوح التمساح طازه. يقول لك فش مره توه ميوب الحق ما تلحق على حمت التمساح. مره تمساح صابح طري مره يتلابط. الله العظيم يعني مشكله. اسمها شبد عليهم كان غار ماشي مشكله بيرهنا يا غير التمساح ايش علي يسكنت لحم تمساح. يا الله شو بقول فنان وايد ممتع، شبرته ممتعة زيادة على اللزوم. وين ما سيها قهوة ما شاهي والهواء وجرين تي وحنت الزمان. ما شاء الله على شرطتهم عمال قهوة. شوف تطلعي كاي بخف عدالة كم طوالة حليلي قادي. أنا أبدأ ذراع عدالة ذراع قادي هذا بها. شوف على ما تشوفون رزيم مالهم، رزيم شيء دوسان دفة ما يدري حبول شيء لو ما شيء. الله العالم وكل شيء والله سامح. شوف شوف الله عليك هلا شبرة في ظهر شبرة في ظهر شبرة. كم بصور كم بعيد وانا اصور. ها حافظ على شبرة السمك. ها شوف القبقوب شوف الربيان كم نمونة بنمونة. حافظ يا حبيب عاد انا ما هان علي انا عاد ما هان علي. ها شوفوا القبقوب كم نمونة. شوف الله عليك شوفوا القبقوب والمحار والدهندوق. شوف السمكان. شو بقولكم حياه ما ادري شو هذا. كل شيء يحافظ على ولد عم الشعري. هذا ابن عم الشعري. هاي كان عده لا شريك لك 100% انها كان عده. ترى كان عده تهاجر من دار لنديره. هذاك اللي هناك كل اللحوم عاده لحوم بنمونه بنموناته كل نمونه غير عن الثاني. ما زين لها الحمه ما بيضها ما يندر الحمه. شو وابوكم سمى بحمد هاك الشغله ما يدانون العرب. لا والله الا هو ظني اللي يفضل. بسير اصور وين السمكان انا عاد حدود غرامي السمكان. شوف الله لا يتم ابوي ربيان ولا صفاقيات ولا شيات. ها شوف محار والله شيء من حي شيء ميت. ها هذا الحلو قبقوب البارحي اظن الا ابن عمه. هاي حبول شنهن انت الحبل هالمتر حليل نحليلنا نغدر من الضباب كل شيء نشوفه وايد مكود. ابوي هي ابوي لا والله من يلومهم بحرهم محيط ابوي تلقط قبقوب اكبر البنادر. كذاب زيغتني. لا يصور مو قالك ما يصور هاي احتاس. انت من هالوين؟ يا اصورك انت من وين؟ ها لا بصور شو يعني؟ حالك كيف انت من هالوين ابوي؟ انا هالبلاد يوم بتلبي على راعي تبراقع بتسمع بنسمعها. من هالوهيب انت؟ لا منصور. والله مليون مرحبا انت منصور العفيه. نعم ابوي انت دمنا ولحمنا وهلنا وصدقاننا ويراننا. نعم اللي ما يتنا اللي ابوي واللي ما يتنا وراكم مغثل ما يانم وراكم غير ضرور المسك. وانتم من اخوان احنا اهل ورب وصدقان على الله يدوم بيننا وبينكم المحبه. امين امين. بينكم ابوي دم الله يحفظكم يبارك فيكم يطرح البركه فيكم حكومة وشعبا. آمين آمين وياكم إن شاء الله. بس الثاني أنا عمل إني دار ما شفتك راح تتابعني في هذا. نعم تابعني في ما شاء الله. الله يحفظك.
الله يطرح لكم المباراه. نتابع انت كنت عند الخبر او حولنا السوق. والله انت عاجبني هنا فريق شمس. ما شاء الله فريق شمس. لا جري بقول لك جري فريق جري. زين شايف الخاطر اللي خليته فرصة الحين هل اكيد شافوه؟ اكيد كل البنات يشوفونه. طيب ابوي يسلم عليكم ولدكم ولديته في استراليا ريال بالا رمسه ريال منصور ابوي راعي صور ابوي روحه فنان زفرتي لكن اهم شيء انت تقرب معنا اليوم. لا انا وياي عربي على الله يحفظك. والله عندك الكمبنيه الكبار ما شاء الله. لكن زين تقربوا معنا الله يطول عمرك ولا يقطعنا معكم على زياكم. شوفك عن لك شوفك ابوي كانك عاقر حوار. جزاك الله الله يحفظك يطول بعمرك والكرم ابوي ما بعتوه عليكم انتم هالصور الله يبارك خلف عليكم الكرم بارك الله فيك. لا خليت شيف هذا وعلى ما تشوفون بين كل مكان ومكان يمكن صفت 1000 مقهى أو 300-400 مقهى وحد خاري جالس وحد داخل وكله زين وكله فنان وكله غاوي شيء جميل يعني ما يبارك له بلاد. والله أنا ألوم اللي ياسين في جولد كوست اللي ياسين في جولد كوست أبوي ما لهم عنا يلسلكم جولد كوست أبوي خلوها أبوي المركز والانطلاقة من جولد كوست وتظهرون وكل ودي بين الأسبوع والثاني تسيرون وين تبون وتردون يا أخي إنكم تجلسون في جولد كورس سميتهم وحده مبزين هبني مبزين ما لمعنى يعني عادي يعني ما فيها شيء وايد فرق فيها الأشياء الجميلة كلها خارج جولد كورس يعني المدة اللي من غير هاي وين حين نحن وخلاص ما دوي بنسير وخلاص ما دوي بنسير فت انتباهي طريقة تحضيرهم للكوفي يسوون مثل الترشيح او التقطير تقطير يصب نقطه نقطه لك الترشيح هذا يحطون مثل الخلقه الغليظه ويازم شارات القافور قطره 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 لك 600 نوع عندهم القهوه مليون نوع نوع لفت انتباهي فقلت يعني شوف على ما تشوفونها على هالنمونه ويازم بس شوي شوي تازم هي جول بعد من فوق توها كانت تحوته قبل شوية حاثته يازم أبوي القوطرة لين يازم شكل بهالطريقة هذا الليلي أنا عارف والله شايف أن ريحة خليل كوفيهم يعني قهوة يا غير أبدا قهوة ولايتية يعني قاصرينها ريحة زعفران وشعرتين زعفران وريحة مسمار. Thank you very much. أقولكم سايرين نحن حين مع الشباب منطقة يبال تلفريك وما تلفريك يعني يبعد من وسط البلاد عين الماء للي يبال تقريبا ساعة أو ساعة وعشر دقائق اتصلنا في هذا سيارة برنامج هل يزقر السيارة برنامج يسمونه أوبر تدق على هذا ويك أبوي دريول برسم الخدمة ويانا ريال بعد فنان وشال لنا حين في الطريق تقريبا ما يندر كم يكلف العلم عند الله وطول الطريق عاد خضر الطريق خضر كامل الخضر على يمينك ويسارك وبشيركم ابتدى حين ينزل شوية نفاف النعيم مب النفاف القوي النفاف النعيم يعني شايف انه يسلم عليكم وتصيح ذريكم تصيح ذريكم على Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Good to meet you. It was good car, very clean car. You are very good guy. And you are talking very good. Thanks. Thank you very much. خذ تقريبا الموتر سيارة خذت تقريبا
يقارب 300 دولار لين وصلنا المكان هذا، ما يندر كم كيلو لكن ساعة بعبو ظبي عن دبي أو أقل شوية، أقل بشيء بسيط يعني لين من ظبي لين جبل علي. وهذا المكان عبارة عن قرية بيوت ودنيا، والله خطفنا على بيوت تمهاك بويتات الغاوي. والحين هذه المنصة مال شو اسمه اللي خبرتكم عنه مال التلفريك. تعالوا هب بيت واحد، هبيت بويتات على حنم على هالتكالي سيد كام طوله كل ما هنمونه بيوتهم ولا غاوي، يعني مكان فنان يعني. وايد حلو المكان، ما ينشرح يعني، ما بمال دقيقة. العربة أنا حلي ركاب العربة واحدة ورا الثانية عادة، نحن يعني الباب هذا أخوه تونا كنا Thank you very much. ابتدت أبوي رحلة الصعود إلى قمة الجبل. نحن الحين أبوي ابتدينا من قبل 3 دقائق تقريبا، الحين لين نوصل قمة الجبل الله العالم دقيقة دقيقتين بوافيكم من أول ما نوصل. شكرا. بحر هناك أنا أشوفه واضح، لكن في الكاميرا ما أشوفه واضح عشان تبغى الصدق، لكن ما عليه ما شو بسوي يعني. هاي التصوير شو هو يعني، كاميرا تليفوني ما بكاميرا تسمونه، والجود من الماجود، ما على كريم متشرط. الحين تقريبا وصلنا قمة اليبل، خلاص الحين مرة نحن في القمة. هذا أول يبل، هذا أول يبل. شو باجي الله العالم، الحين الدنيا كلها تحت على ما تشوفون. شو ما زين لسيفة تم لا تقولون ما تعرفون هذا، شو كلكم تعرفون هذا، ها هذا الأول أبوي كلن يعرفه. شو اسمه عبد الرحمن الحين؟ ماشملو. الحين يسمونه ماشملو، الحين اسمه ماشملو. الاسم الأصلي مال الشو يسمونه الأول خد البنات، اللي ما يعرف يعرف يجلب الذاكرة ويعرف إن هذا يسمونه خد البنات. الأول يسمونه خد البنات، الحين راشملو أولنا. هذا المكان الستيشن اللي نزلنا فيه، في كوفي، وهاي مكان شيء علاوة على ما تشوفه. تأخذ كوفي وتيجي سريع تتفرج تشوف البلاد من العلو من فوق، يعني من فوق المرتفع اللي تشوفونه تحت على ما تشوف البلاد. هذا غير بيوت صغار صغيرونات صغيرونات تبينه. دخل دخل شيء توه يركض، والله إني توني شايف إنه كان غرض إني بيت كناغر كنا حتى هنكم زين المراد. أبوي ما فيه أبوي إلا هذا على اللي تشوفه، على ما تشوفون هذا الموضوع كله يعني، ما فيه شيء زيادة إنه يعني شيء غريب. بس هاي الصعدة وهاي يلسة كوفي أتي في هالمكان طالع البلاد من فوق اليبل. قلت لكم اني شفت شيء اربع كناغر هنا، شوف 1 2 3 لا والله كان 3 و4 وخير بمكثرهن، ويعرف زريبة كناغر شو مكثرهن. ايوه تعال ياي، هذا بيتنا، هذا بيتنا. حافظ الله على زربهم حليلهم، بيكم حيب بتينكو وابو بليوت وتصليهن الشمس طول النهار. حليلهم حليلهم بيشاتنا. شوفوا ها شوكو ختم الاسمن وما ادري شو، وها ويرعى طول النهار هالنمونه حليل دبيشاتنا تشينكو وسبس. هلنا الجنة، هلنا الجنة، هلنا الجنة. اي والله ها كوي توني اصور كنت فوق، تم في خاطري اقول شفت اي ربع تعنفو يتراوالي لين هالكثر. ها ذاك وين كنت انا، هالعرب اللي من الحين وسايريو. ما في شيء يعني، شيء انك
تعني له في هالمكان هايك الحكي السيارة ويوم بتوصل بس طالع هالكنغر ما فوق بنايتنا شو لك المكان حلو يعني شكله غريب قرب الله تلك ناغر شفتوهم الله عليكم ملتشات بعد اسمان أريد أكد أن مجتمعنا متماسك روح الاتحاد والبيت إن شاء الله متوحد بإذن الله أمر يا أبو خالد ولو ما تزادي على الطريق اللي مشوه أجدادي مجلي على درب الشرف معتادة اليوم هذا يوم به ميعادي أخذ بدار اللي بكوه أولاده ثم جينا حينها منطقة تبعد تقريبا 10 دقائق بالسيارة العين الحارة يسمونها مالتهم سبرنج شيء الحين بصورها وين مكتوب عبد الله؟ هذا اسمها هذا اسمها اسم له اسمها اسم المنطقة اسم المنطقة هاي او هي خذ شوي عبد الله هذا ما يبين ابوي ما طايق هذا الحين عدل مياه حارة ها على ما تشوفون مياه يعني على تكاليف عين خدت وهي ما بعين خدت يعني شيء عين حارة مياه كبريتية كأنها ما أدري شو بس يلا نشوف شيء ملفت للنظر داخل بسجلكم إياه ونطلع شيء عادي ترى سامحوني كان عبارة عن هذا وين المدخل عادة هاي عينة الماء هاي تدخل عادة شيء غرف وشيء مكان سكن وشيء مطاعم تحتها ما تشوفونها اللوادم بفودهم هب فود يعني مال روب مال سبوح ما تشوفونها مكان عودي بلادي عم كبره يعني فنان المكان يستاهل ان الواحد يجي يعني هذا اشوف انا خير عن هاك مال التلفريك ان مياه كبريتية وفيها يميع فيتامينات فيتامينات شو اسمها الاملاح وما ادري شو ها على ما تشوفون احد يفتن علي على ما تشوفون كان جميل يعني زين منظر وطبيعه و يعني وسبوح وتودين يعني هاي الخيمه اظني مالت ما ادري مالت شو هاي الخيمه غير مكان كبير يعني ذاك بين العين ها شو الثور الطابخ العين شو وتصير على جدا كذا مكان شرات الفلاي مسوي لها شرات الفلاي هاي الخيمة شو ما زينها هاي تصير عارف شرق وغرب ويمين مليون مكان شي طبيعي ما بروم اصور لكم المكان كله يباليها 3-4 ساعات مكان كبير اظني شايف فيه مكان حق البيت يعني مكان فنان هذا ها ما ندري شو مكتوب اللي بروح ابيعه مراكون اظني مراكون اي ما هي ثار ابوي مال الحمام مغربي بالاوردر من خاري تطلب وتقول لهم ابوي انا اريد حجز الخيمه هذه بتسوي لك عده داخل حمام مغربي ما ندري عاد منو ليه يسوي حمام مغربي هم استراليين هم مغاربه العلم عند الله وهاشي واحد ترى مال قبور على فكرة ناس كانهم اصليين المكان هذا يا ربي منو بيت فصاح جدا عند المكان مال يسمونه في عبارة في مقبرة والله العظيم انهم احنا بعد هذه تعيد اسوي حمام مغربي عند الاموات هالشيء لو يعطوني بذل هي والله ترى ما امزح والله صدق اقولكم هذا رسوم الاموات رسوم قبورهم ما ادري قبل كم من سنه يعني وهاي الخيمه مره تسوي هذا وانت طالع الشواهد ما ندري شو ماله هذا عاد اخر اظن يمكن هذا يقول المنطقه هاي لا فيها حنشان ولا فيها طياطير ولا فيها يراد
ولا فيها حاس ولا بوقباس ولا نامس ولا شياتة. أعتقد شي هذا معناته المكتوب. وين الثور الماء ويصير بفلاي وين ما تمشي. ها والله بلاد ترى هي ما بشي بسيط خيبة وين ما تصير بمكان تتودد. ايه هدي حلو المكان والله. اللي يجي هالمكان يجي قيل ويرد يجي من ياها. شوف هناك الطابخ اللي ياها شوف. اي والله اظن اللي يجي هالبقعة يجي من الصبح ويرد يتغدى ويقيل وكان اللي بيصلي الظهر والعصر ويردون. اعتقد شي هالنمونه العلم عند الله يعني، لكن انا هذا تخميني يعني ان اللي بيجي يجيب ويقيل ويرد يسرح الصبح. يشلون دلالهم ودنياهم هاي على اللي بيجون دلالهم يعني فوالتهم يجون الضحى ويقيلون ويتغدون يظهروا معقب ما يصلون العصر يعني يكون يوصلون البلاد يعني بين المغرب والعشاء أو عقب المغرب يكون يصل يدن عليه المغرب في هاي اللي هي ملبورن البلاد العاصمة روحها. وين هذا حينه شوف هذا ممشى شرات الفلي يا غير. ها هاي فوايدة من تمشي تغدي هالنمونة هاي فوايدة أبوي اللي في الدنيا كلها كلها العرب تي وتخوض يصيرون لين هناك ويردون هاي تستفيد منه. الله شو بقولكم شيء جميل خيبة ما شفت نت علي هاي العود قالت وانت بلاك ما عقيت ثيابك لازم تعق ثيابك العالم كلها ابوي مفاصيخ وانت ياس بلبسك ما عقيتها. قلت ان شاء الله ان شاء الله فارس طيب ما يصير خاطرك الا طيب. وصلنا المكان واستكشفنا المكان جميل وحلو وايد فنان يستاهل من عينيله وحلو و يعني زين يلزم انك تتعنى له و انك تي ملبورن وما تزور هالمكان اتوقع انه انك ما صبت الهدف شيء صحي وعلاج وما بتشوف ويمي المياه وتقدر تاكل وتشرب وتقيل وتقزر يوم كامل يعني فيه تقزر يوم كامل تروب يعني شيء مال مساج وشيء مال بخار وشيء مال سونة مكان نظيف يعني عائلي فنان. هذا كل إنسان على هوا اللي سبور ويوز اللي يوز واللي ما يوز ترى على هوا يمي عن مطاعم ثلاث أربع مطاعم فيه بعد ما بلا مطعم ولا مطعمين أكثر عن مطعم شيء. هل تشوفون هنا شرات الصابون ما ادري عاد شو حق هاي يستعملونه غير ريحته شرات شيء شراب بفاس وما ادري شو. وهذا ها وهذا من الاخر تختار اللي تباه للي يعني نكهة ما ادري شو مال يعني ما ادري شو هذا كله يعرف يعني ما تعرفون يعني ما حد شو اشرح هذا كله هنا هاي يحطون ما ادري شو يكودون على ريولهم ودنهم يعني بيطول اول العمر تغدي الريول يتشاهدن بس اللي غير اللي تحيد ريولها كرف وسرك لتي ابوها ما بمال حد ريولها كرف وسرك ما اللي ريولها صاحيات ابوي يبالهن زيادة زين اللي تحيد ريولها ابوي كرف لتي ولا تعنى عن خاطري انا تقول ما غطيت يديها ويا الله والله اني طابخ حاضر عن خاطري رامي ان الدنيا تتوحي منه حار اشد عن خت بلك ودي. وهذا ما ادري شو يقول كل فيتامينات لي فيه عن خاطري غطيت يدي هو المفروض كلهم والله الشور يعني كان كل حد عطينا على هو قال اللي يبي يتغطط اللي يبي يتسبح غير ما شيء وقت
متى بنتسبح؟ متى بنتغطتي؟ ولا وقت. أنا بلحق على ما أدري وين بيصير ابنه بعد. يلا مع السلامة. هالمكان الفنان الغاوي. يلا فنان يستاهل ويرزمن يعني له. لكن ما يصلح حق يعني حريم بحجاباتنا وما أدري شو. لا يعني ما أعتقد. يمكن شيء حد مكان فيه خصوصي. على فكرة دري ولنا شوفوا ما شاء الله عليه. ما أخذ ثلثين السيارة تبارك الرحمن. هذا حلو شوف ما شاء الله. حلو عليلة خاطر ياخذ صورة وياه. هلو ما شاء الله عليك. I'm very small between you. Where do you, what's your name? Joshua. And my name is Khalid from United Arab Emirates. Lovely to meet you. Yes. I like your country. Very good place. Thank you. Yes, and the people here very friendly. You're very welcome. And we like this people and this country. Wonderful. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. ما شاء الله عليك. قدتهم لازم الدريب والروح ينزل يصب ترول وكل حد كان حرمه ولا ريال. شو بلادهم. Is it you have to come down and fill the car oil? Yeah, you fill up your own car. Nobody's work here. No. Okay. No. Very few places fill up for me. ما أدري شو بعد. يا ربي ما شاء الله عليك. ثلثين السيارة. ثلثين السيارة حجم. تكاليف جيش المال. اللي تشوفونه كل ساعة كل ساعة يسوي هذا. كل ساعة كل ما تخط ساعة يسوي هالمنظر طول الليل. على مد النظر كل ساعة كل ما تخط 60 دقيقة يسوي هاللي تشوفونه دور مدار البحر. يا الله منظر جميل. سبحان الله. بس خلصت الدقيقة يدفوا بهالبلاد. وانا العالم ها صافين صف كل هالعالم سيد ورون سيد يصورون هالمنظر جميل. هذا مرة تحت فندقنا أقولكم مرة على النهار. ما زين هالبلاد والله. أنا قال لكم إني بصور حجرتي أول ما بيها. هذا حمام لما تشوفون حمام رقم واحد ولايتي. هذا هناك يسمونه. هذا الشاور ماله. وهذا أنا جابيته. زين لما تشوفون غرفة ملابس. بس
هذا إيه أبوك ها بعيد بس شو بسوي بعد هذا هو هذا مقصر شيء طبيعي المقصر والإزار بس حق وقت الصلاة والبلا كون المنظر على النهر لكن ما يبين كامل النهر شيء بسيط شبرية ما شاء الله كم كبرها فنا الفندق الفندق لا يعلى عليه يعني ولا أدنات الدون ترون تنقد عليه ما ينقد عليه أبداً أبداً أبو محمد مساك الله بالخير البارحة أنت ويا إبراهيم يمعب طالع منو عندي طالع لكن المفاجأة اليوم نحن نطريك بالخير والله يشهد شوف منو اللي عندي شوف حبيبك ها فضل أبو حمود أنت عارف الشفرة يعني ما يحتاج أقول لك يعني في شفرة بينكم طبعاً لا 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 على رأس خالد ينقع لا أنا أقول طق 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 هو أول واحد اعترف قال أنا اللي نشرت هذا فيديوك ويا إبراهيم يمعه إيه أنا نشرت فيديو مالك ويا إبراهيم يمعه وايد عجبني وفي بساطة وغيره وعرف إن إبراهيم يمعه ريال قلبه وسيع ما يزعل نشرته وإن شاء الله الأمور طيبة يلا حبيبي ترجع لنا بالسلامة بنشوفك في بشركم منها ويبة واحدة الحين هو غدا وهو عشاء باليوع اللي في الدنيا كله فيه وقلت حق الجماعة طالعوا لي مطعم هذي طالعوا شيء مطعم مال أكلهم الروحة يعني مال بلادهم وييت بالغلط مال أكلهم من كثر الرمسة والحذربان أكيد بضيع أقول لكم ما أكل لحم الكنغر وسألوا شيء تحت فندقنا أولنا شيء مطعم لكن فل لين عينه هيب عثبتي أقول لكم وأهم أكله في لحمة الكنغر اللي هي الستيك واللي أهم عنها ذيول الكنغر لهم طبخة شيء يسموها ذيل الكنغر أكلة ذيل الكنغر هي والله شو طريقتها ما أدري بها يا غير هي أخير شيء عندهم تطريها وتصيح منها هي أكلة ذيل مثل مصر ما شيء يسوون عكاوي لكن في مال ثيران ومال بقر يا غير عندهم في استراليا أكلة ذيول الكنغر أو الكناغر فلذاك يصيحون منها وينضربها لصوف وقلت بيربها وخبرت الشباب قالوا والله بنحاول نلقط لك حجز لكن ما بالله يبيعون شيء ثاني يعني عدالة مثلا ستيكات يبيعون دياي وكل شيء يعني مطعم فيه لكن اختصاصهم أكثر ما يكون مع اللحم الكنغر وبالأخص طلب اللي هو الأوردر مع ذيول الكنغر وبس بسير عاد إن شاء الله يلقطون حجز عاد يلا عدينا فوق حين صلينا كل إنسان حجرته مكانه وصار لينا حين تلاقي بنتلاقي في شو اسمه في اللوبي شوف المنظر الله عليكم بعد ما يبين من هالوين الحين هذا من هالعين محمد زين شو ويتك بارد العين الخالي ما يصور لا يصور ما تعزينك لا متوسع لا والله ساعة يصور هو صور ايه زين تدرس التاريخ انا ادرس ايه تمشي في المنطقة اللي ايه ونعم الحمد لله تاهلون زين يوم قطاك يا محمد يا الله يحاول متى ها 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 هناك سوال يا مؤيد يا ريال تبني وين سنة وين التلريف وسنة وين العين الحارة وما وين وحين بيصيرون بيطعموني لحم كنغر والله ليه؟ والله ما تطعم عاد عندك الخبرة خبرني خبرني الحمد لله طيب كل شيء زين من هالعين انت يده ايوه الله يغفر لها حارك حارك على التوبه ايوه ان شاء الله ما شاء الله يلا الله يبارك فيك يغفر لي يدك ان شاء الله كم ينهى المطعم شيء طبيعي للكونسيرت وللشباب مره ما حصلوا حجز لقطنا الله يسلمهم قلنا بنيرب جينا المطعم ولانه قالوا شيء طاوله يا غير بتدخلون تجلسون بس ساعه ونص الحمد لله ابوي ها فوق عن حقنا نحن ابوي ما ندانينا يسوي مطعم اكثر عن الساعة ساعة الا ربع ناكل ونظهر نحشية اللي اسمها في المطعم والحمد لله يعني صدفة زينة
هذا على مطبخهم. هذا المطعم اللي أقولكم اللي يبيعون اللي مال لحم الكنغر، لكن النفس عندنا ثلاث أدوار كل لين عينه ممزوع، حلقتنا طاولة وقرب الباب بعد. نعم بس مني لكن أخبركم أنا وأعطيكم وجهة النظر. يلا نابس صلاح. خص منهم عارقة ترى أنا أريد أصور مطبخكم. قالوا ما شيخ لا ما مطبخكم أيمي الحب والدنيا. ها فلما تشوفوا يلا عاد أنا قطول المطابخ ما يوز. هذا حمشي ضلوع فيل ضلوع شو هالمثل أقول تحرى خلية نحل المكان. وهذا الستيك مالي أنا اللي أنا طالب إنه هاي عاد أخير الحمى عندهم الحمى عيل زين. وهذا الله يسلمكم طلبي ثاني اللي هو عبارة عن مشاتيش لحم الكنغر. ترى ذيول الكنغر وقفوا بي عنهم مرة عبر قال أبوي تأخرتوا في الطلب. أزير أبوي لي بذيول الكنغر هي من وقت الكناغر ذيول هنا أبوي عديمة فلذلك أبوي ما تلحقون عليه زين. حين أبوي هالي عطوني لحم كنغر بقطع صغار صغار هذا أخير شيء عندهم. وطلبت سايد ماله ما ادري شو حطوا لي كم ما باكل من هذا لانه مقلاي. وطلبت ابوي لحمة عيل هاي بعد ما غير ستيك. وهذا ان شاء الله اللي روبي نعناع تمي بس لو سموا حمد جناب يلا في مالنا قبل ما يبرد الشاي. لما اقول لكم عن لحمة الكنغر ها شو قايل ها ها لا مالله من يلومني وقتها شو قايل كرفتي ها 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 طب ها طب حمد تعرف تحراها زبدة شيء لا صار ولا استوى رقم واحد. ثانك يو محمد. حاضرين للطيبين اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال. اللي كان هني يا غير تحراش حمي ذوف اللذم واللي كان بعد هني احسن واحسنين. شو بقولكم نعمة يبالها حمد وشكر رب العالمين. يقول ولا إن شكرتم لأزيدكم لزيدنكم. أكلهم زين ولذيذ وغاوي حرام يا لحمة العير يا غير تحرى عمرك شحمة في اللثم شحمة ذوب شيء ترف لا صار ولا استوى. هذا رأيي ورأيي يهمني مثل ما هو يهم أحد من العرب. يلا بارك الله فيك. مثلا هذا ها هذا ما قلت ما قلت لكم الخبر لان شو هذا بصل ومقلاي او ان اونيون رينج مينون. انا اكل اونيون رينج انا ما بمينون. هذا ابوي كلته ويا هذا حليت به اللي هو الفلفل الاسود مال يسمونه مال الستيك يحطونه كرت اسمه بلاك بيبر صوص صوص مال الفلفل الاسود وشيء طيب نوع ثاني اللي هو مشروم صوص. انا ما بغيت اليوم مشروم صوص بغيت الفلفل الاسود صوص وروعه وفنان ورقم واحد. يلا Thank you for everything. Your food is wonderful. Awesome. You Perfect. Look, I finished all of it. Why? It was good. Awesome. Thank you very much. So mashallah. Barak Allah fi. Thank you. Thank you. No worries. Jazakallah khair. Let the chef our kitchen know. Hey, let him know. Thank you. Thank you for everything. You the one who chose for me the my order. It was wonderful. Yes, it was wonderful food and very very good service. Very tasty also. Thank you very much. I am from United Arab Emirates. I'm for two days ago and another 2 days. And I hear a lot about your restaurant and I'm coming specially for the kangaroo meat. And I find everything good. Thank you very much. Thank you for your help. كنتم سرنا في السيكل هذا ها لما تشوفوا شوفوا ها شوفوا هذا سيكل زين. ليس في السيكل سرنا في
عليك الله يحفظكم للمستعيلين على اساس انها يبون يلحقون على المول باقي ساعه ما بي واحد له. فقلنا في خاطري تصير بهذا السيكل بعيد اخير يعني اسرع لو ودنا بالمشي ان شاء الله. برد مشي برد شاي والله فنان. هذا فندقنا. ها فندقنا وين؟ وين دار فندقنا؟ هناك المطعم وايد تونا فنان. كم احد يمرض تليفوني شيء كله. صوتكم يا ربي بنقطع عنكم كم من يوم. زين ارد البلاد باخذ لي تليفون. ييييي اسمي بين نينوني. انا بلاقي تليفون وين اصبر؟ اصبر عن الاكل ولا اصبر عن اقول لكم شوفوا. الله فنان وزين هالبلاد وكل غاوي فيها. شو رايكم محمد؟ جميل جميل كل شيء فيها جميل. اي والله كل شيء فيها جميل. اي والله فنان والجو روعه. انت بكبرك انت الروعه يا ابو محمد. انت الروعه يا الله يحفظك. هذا ابو هذا الحين روعه الفنان مره حافظ الله علي. هل يمدح عمري؟ انا بلاني لما انا بمدح عمري بدل عمري. انت الاكمل والامثل والاجمل يا رك الله يا زين. تحب علي ثريا سمونه هذا الاشاره المول هناك ها. اخر شارع للباحيين العود شنه. اقول المطعم هذا يعني انا يعني مرمر لما ودي ثاني رديت له جيت ودي ثاني رديتي بتكون على اساس اللحم مكرر. نعم لحم ترف يعني ما كنت اتوقع فيه. انا ماخذها على اللاتري يعني قلت في خاطري يعني عن خاطري يعني اتضح انها وايد فنان. ما توقعت انا بتغني عصه وتنحنت شايف طلع ابدأ والله انها تذوب يا غير تحرها قرص عقيلي يذوب اللي تمت حطه ذاب. نعم شيء ترف رقم واحد البلاد. ابوي فنان وتستاهل ابوي مني عليلها البلاد. زين تستاهل مني علي الحرمان. خلينا انا بس اطول على المسجل. هذا اكسكيوز مي تو ماتش نويز. الله يبحصك فكاك يا الله. سمعنا البحر يا ابوك شيء يا ابوكم من الصبح. ثانك يو فيري ماتش جاي. ثانك يو ثانك يو واز فيري جود تريب. ثانك يو فيري ماتش. ليح ليهم في هذا الوي والله ما قصروا حافظ الله عليهم. ناس الاياوين وكرام. حشرنا شوي بالمسجل يا غير يوم قلت لبنده ذكرني بتكاسي مصر. مصر عاد تكاسيهم لا يودر الجقاره ولا يودر المسجل. من تركم وياي تحرى هالكثر فيك الا طرب. لكن هذا ابدا ما قلت له ابدا ما قال لا سيدي بنده ويتحرى يعني يمكن يتحراني انا في طرب لين هالقدر. جزاه الله خير. زين خلاص عاد بنرمس ولا حينه الحين بكمل. شو رايكم؟ عندي شوي رمسه شيء بسيط شويونه اخبركم عنها. اقول لكم البلاد شوف جولد كوست وين كنا زين حق العائله والبلاد رخيصه والسكن فيها موافج و كل شيء زين في هالبلاد هاي وين كنا. انا تفكيري اللي بي مده طويله مثلا شهر ولا شهر نص يعني جاز عوده جاي لسبوي في هاي البلاد الاقامه اي مثلا ملبورن هاي اللي نحن فيها جاي لثلاث ايام اربع ايام ويرد ومن يصير سيدة اللي بي اي ملبورن من ملبورن يصير نيوزيلندا لا يرد شراتنا لين مل لين جولد كوست وعقب يرد ياي جده هذه لا لان من هالبلاد لين احنا فيها لين نيوزيلندا وايد اقرب فنحن مثلا خطا هاللي سويناه فلا حد يقلدنا. هي البلاد وايد زين وايد فنان لكن غالي على فكره يعني غلاها شرات غلالندا. البلاد مش رخيصه البلاد مش رخيصه غلاها شرات غلالندا يعني اللي بي مثلا ما يجي على اساس انه جايلس مده طويله لا البلاد مش رخيصه يعني كانك سايل لندن من العواصم الغاليه
في العواصم الغالية يعني كل شيء فيها غالي يعني مش رخيصة أبدا مش رخيصة يمكن أدنى عن لندن بشيء بسيط والسكن نفس الشيء يعني نفس غلا سكن لندن مش رخيصة أبدا لا تقولوا ما قلت لكم ولا هايت وين كنا جولد كوست يعني كنا العوائل تروم تجلس فيها مدة طويلة شهر وشهرين يعني يا غير هاي تيها أنت مسير البلاد هاي اللي نحن فيها تيها مسير هذا الحين عاد كذي أنا الموت أشوفه ما شاء الله بلاد بلاد من قبل بلاد بلاد حشيه زين يلا بس عاد عليكم بوني ناوي أخبركم عن سالفة الغلا وبس اللي أريد أفهمكم إياه أن اللي بي مدة طويلة وعائلية هي هاي جولد كوست يعني حق عوائل ومن ناكي أماكن وايدة حق الصغاري والعيال واليهال والعوائل وأنك تطبخ وتنفخ تقدر تجلس مدة طويلة وهي تقريبا البلد المناسب جو جميل وما حد يقول لك وين سار وين جاي يعني وتلقط كل العوائل وأغلبيتهم العوائل اللي المحافظة العوائل المحافظة موجودين وبكثرة في جولد كوست هنا من هاي هل بالقرقعة والصدع والديانة لا العوائل المحافظة يلا بس عاد عليكم في مال الله.